الدولية اللي تتدخل وتشرع لنا قوانين هي خاصة بجهات أجنبية أخرى، وأنا اعترضت على هذا الموضوع، بل إن كبار المشرعين في مصر والعلماء والمفكرين في موضوع تشريعات قوانين التأمينات تم إبعادهم تماما. أنا أتحدى إن مسودة القانون دي تكون نشرت في صحيفة واحدة أو جاءت في قناة إعلامية واحدة. طيب. هذا القانون في درج الوزيرة. طيب. يعني الحوار المجتمعي هو حرام الناس تعرف القوانين قبل ما تطبق عليها. إذا كانت الوزيرة هتستغل الأوضاع السياسية وتطبق علينا قانون فتطبقه، لكن كل قوانين الحوار المجتمعي لم يتم عليها أنا بقول لسيادتك فتأتي بنتائج عكسية. وأحب أقول لسيادتك هي فرض أيضا نوع من التأمينات العالية جدا على المؤمن عليهم وعلى صاحب العمل. تمام. هنا صاحب العمل لو فرض عليه رسوم عالية عن ما يستطيع أيضا يفصل عمال أو يقلل مرتباتهم أو دخولهم. طيب. إذن الحوار المجتمعي يا سيد بدري بيه، أنا شاكر جدا من مداخلتك، بس انا هكمل موضوعي، ويعني لو حضرتك معاك التليفون انتظرني هرجع لحضرتك تاني ان شاء الله. فاصل قصير ونعود لحضراتكم لاستكمال هذا الموضوع المهم والملح لكل اسره مصريه، موضوع قانون العمل والتامينات والمعاشات. فاصل قصير ونعود لحضراتكم.